سلمى انت مجنون. لا يا سلمى ما تنتحريش علشاني، انا كلب. ما انا عارفه. وبعدين انتحر عشانك ليه انت عبيط؟ امال ايه اللي كنت بتبقى بعيده؟ ده فايتن بتنتحري بشكل صحي؟ برضه هقول لي ما انتحر. انت دخلت هنا ازاي اصلا؟ ده هو دخل هنا ازاي؟ دخل يجري اكنه راكب عفريت. اتصل باستاذ حسام يجي. لا 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 خلاص، هو استاذ جلال هيمشي دلوقتي. توكل انت بقى على الله، انت مش عارف الباب. ممكن لو سمحتي تديني فرصه اشرح لك؟ لو سمحتي سلمى، انا بحبك وعايز ابقى معاكي انت. انا كل مشكلتي في الدنيا انك خاطب بنت خالتي. ولا خاطب ولا نيله، انا الخطوبه دي مفروضه عليا قهر. ربنا يصبرك على قهر. انا مالي بقى بالهري ده، ما تصدعنيش. احنا عيله معقده، احنا عيله معقده ودقه قديمه. احنا من واحنا صغيرين قد كده، جلجل لرؤية ورؤية لجلجل. والله العظيم ثلاثه رؤية دي اختي. والكلام بقى اللي هي قايله لك ان احنا مخطوبين فس، الكلام ده فس. قعدت عيلة بيزيطوا في الموضوع وهزار وسخافة وقلة أدب وتقل دم، وأنا ما فيهاش حل للفرهضة دي. ورؤية؟ ما هو أنا يا ست، وأنا بقى أنا جاي لك بقى وعلى مالا وشي ليه؟ علشان أشرح لك. أنا قعدت معاها وفهمتها كل حاجة. أنا قلت لها إن أنا بحبك أنت. وقالت لك إيه بقى؟ رؤية؟ يا بنت رؤية دي قلبها أبيض وبنت فرفوشة جدا. على فكرة أول ما قلت لها إن أنا بحبك راحت قالت لي يا سلام، وراحت عاملة بص لإيديك يا سلام. وأنا يهمني إيه في الدنيا غير سعادة سجلجل ابن خالتي؟ علم البت دي خايفة تعنس، هي فرحانة بالجوازة بس، عايمة على عوم العيلة يعني. بس البت دي عندها كرامة، أول ما عرفت إن أنا بحب واحدة تانية قالت لي ولا تعتل هم، هي بتقول لي ولا تعتل، ولا تعتل هم يا سجلجل، أنا هتصرف أنا مع العيلة. البت دي لو جالها أي كلب بلدي هتتجوزه، هي عايزة تتجوزه خلاص. أيوة أنا إيه المطلوب مني يعني؟ فرصة. مطلوب منك فرصة حبيبتي. احنا مكتوبين والله العظيم مكتوبين لبعض. اسمعها منها. اسمعي ايه؟ ان هي مش عايزك. اسمعي من مين؟ من رؤية. اسمعي من رؤية ايه؟ رؤية تكلمني تقولي انها مش عايزك. متشكر، متشكر يا بنت الاصول. العفو على ايه؟ على ايه؟ على انك فاكراني كذاب، على انك محتاجه حد غيري علشان ياكد لك كلامي. الحياه المبنيه على الشك والتخوين وتوقع الغدر تبقاش حياه. لا يا هاني، البيت اللي بيتبني على عدم الثقه يبقى اساسه مشروخ. تصدق عندك حق. بقول لك ايه، اصلا الحوار كله اصلا ساعه ما بدا في مشكله كده، كله مشاكل كده يعني. انا شايفه ان بلاها احسن. وانت بتقاسي بسرعه كده ليه؟ هو انا متفكش معاكي بكلمتين؟ عايز تسمعيها منها يعني؟ اسمعها لك منها وانا اخاف.